فتميل لجهة اليمين مع الذين مالوا وتنظر للقطيع قطيعا وأنت ترى فقط خيال ما فائدة حقدك على البشر وأنت عليها فان أستشرح عند ملاقاة ربك أم سيخرص اللسان طهر قلبك واعمل خيرا نصيحة من أخيك فنان فلا تفعل كالذي يسمعها حالا وتخرج من نفس الأذنان فلا فرق بين غبي أو حكيم سوى فهم مقصود الكلام أجمل وأرقى كلمة أختم بها شعري وهي السلام. يو لا فاميلي زامي واش عليكم يا رب تكونوا كاملين مزيان كاملين بخير ديما موتيفي لا بوزيتيفيتي في ما كنتو نتوما وليداتكم وعائلتكم يا رب تكونوا سالمين غالبين فوالا عجبني انه الفيديوهات الاخرين لقاو استحسان شي شويه طلعوا واحد الدريج فهمتي واحد الدريج ولكن ما كافياش مي ماشي مشكل حنا بغينا غير يعم الفائده ويعم هادشي اللي زوين وماشي غير من عند اي واحد يقدم شي محتوى هادف محتوى اللي تبارك الله اللي فيه شي حاجه زوينه ومالوغوزمون انه ما عدوش الحظ ديالو ما عدوش زعما كاين كيفاش غادي يبارطاجي هادشي هذا وما عدوش زعما كاين الحظ انه هادشي ديالو يضيع ويشوفوه بزاف ديال الناس كاينين غير التفاهات وكاين غير البساله وكاين غير التخربيع وكاين غير اي حاجه اللي هزيله واي حاجه اللي تتسوء الصوره ديال المغاربه وتسوء الصوره ديال الشعب المغربي هذا ماشي الشعب المغربي انه كاملين تيشوفوا هادشي اللي خايب وكاملين تيبغيو غير المحتوى اللي خايب مي ان شاء الله خاصنا نطلعوا بهاد الدوله هادي وخاصنا نطلعوا بالشعب ديالنا ونطلعوا بالمغاربه ديالنا حنا كاملين خوت حنا كاملين هازين مشعل واحد ديال الاسلام والرايه المغربيه فوالا هذا ما كان شكرا لكم كاملين اللي باقي ما ابوناش تابوناو وبارطاجيو ودير لي لايك ولي كومونتير وما تنساش ديما يادي ميكلز I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing Go out of this world And ride on time Uthman Boukira Kounja من دولة غينيا كوناكري عنده 19 عام بدا رحلة ديالو من الكونغو الى دولة اسبانيا اللي دامت 13 شهرا اللي داز على بزاف ديال الدول بحال السنغال وموريتانيا والمغرب اللي ما كانش لقى فيهم شي مشكل من ناحية الضيافة ديال الشعب وحسن الاستقبال خصوصا الشعب المغربي اللي معروف بالكرم وحب ديالو للشعوب ما علينا عثمان لقى بعض العراقيل في السفر والهجرة اللي هي كانت غير شرعية اللي كان دير ولكن مع الحسن الحظ ديالو قدر يفلت وحط رجليه في الديار الإسبانية أول ما دخل إسبانيا دخل مدينة مالاغا ومن بعد مالاغا دخل استقر في مدينة غرناطة وتم فين حس بالغربة والهجرة الغير شرعية خدم عند واحد المغربي عنده ريستورون تما وخب لوراق تبوتية يعني في النوار ولكن المغربي حس به وبغى يدير معاه مزيان كما تنقولوا من بعد مرور شهرين وخا كان المسكين تيتعرض لسوء المعامله من بعض الاسبانيين وهنا ما تنعموش واللي ما تيبغيوش يخلصوا تيهربوا بقى صابر وفاش سالات شهرين كما قلنا جات لجنه ديال المطعم المغربي ولقاو عثمان خدام بلا اوراق مول المطعم خلص 4 ديال المليون مغربيه غرامه وعثمان شدوه فاش سول مول الريستو ديك اللزنة وقال ليه بركي علاش قال لي سبليوني نوفولي ترين خيرو سينيور قال لي ما عندنا ما نديرو بالمهاجرين او الاجانب الغير شرعيين وهذه هي اليمينية هو تيار سياسي مصوب لرفض التغيير وتمييل الاعتدال في القضايا السياسية والاجتماعية وغيرها الأحزاب اليمينية عندها اتجاه واحد محافظ تتأمل بضرورة الحفاظ على التقاليد ديال المجتمع وترفض أي تغيير وبالخصوص اللي تيطرأ على يد الثورة التيار اليميني ديما تيكون هو النظام الحاكم بطبيعة الحال وتيرفض الخروج عن الحكم والقوانين هنا بزاف ديال الناس تيشوفوا أنه هادشي اللي قلت لكم غير مطابق
مطابق تماما وسط روتد تماما للاسطول الحمراء على هاد سميتو اللي قلت لكم دابا. مي انا خديت لكم واحد النبذه مختصره، كاينين بزاف ديال الناس غادي يفهموا انه هادشي هذا اللي حطينا على ارض الواقع راه غيعطينا ليستوار ديال عثمان كونجي. فوالا، شكرا لكم كاملين، ولا ما درتوش ابوني ديروا ابوني، اللي ما بارطاجاش بارطاجي، واللي ما دارش لي لايك يدير لي لايك و كومونتيو. شكرا لكم كاملين، وتهلاو فراسكم فيديوهات جداد باقي جاي ان شاء الله، وديما ميكوس.